السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الرئيس الفلسطيني يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني ويوقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات. الخارجية الموريتانية تعرب عن استيائها من مصادقة مجلس النواب الأمريكي على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. الإعلان في باماكو عن حراك جديد لقومية الفلاني في مالي يقوده رئيس البرلمان السابق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أجرى الرئيس محمد أول عبد العزيز مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي يؤدي زيارة رسمية لموريتانيا على رأس وفد حكومي هام. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية والقضايا العربية والدولية، وسجل الجانبان بارتياح خلالها تطابق وجهات النظر بشأن القضايا التي تم التطرق إليها. نتابع. الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز في استقبال نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمطار أم التونسي حديث التدشين. السلامان الوطنيان الموريتاني والفلسطيني يعزفان على مسامع الرئيسين، ووحدات من القوات المسلحة تؤدي تحية الشرف لضيف موريتانيا ليصافح الرئيسان مستقبليهم بعد ذلك. الرئيس الفلسطيني الذي يزور موريتانيا هذه الأيام جاء ليضع الحجر الأساس للمقر الجديد للسفارة الفلسطينية في نواكشوط بحي السفارات الجديد بمقاطعة تفرغ زينة، ويشيد المقر على مساحة قدرها 22 ألف متر مربع مقدمة كهبة من الدولة الموريتانية. وسيضم المقر إضافة إلى مكتب السفارة سكنا للسفير وأربعة مساكن لمستشارين في السفارة وبعض الملحقات الأخرى. حشود معتبرة من الجالية الفلسطينية كانت في استقبال الرئيس أبي مازن، وقد أشادوا بالعلاقات الأخوية الموريتانية الفلسطينية وما تقدمه موريتانيا من دعم للقضية الفلسطينية وللجالية الفلسطينية في مختلف المجالات. هذا ويرأس محمود عباس السلطة الوطنية الفلسطينية حاليا منذ وفاة مؤسسها الراحل ياسر عرفات عام 2004، كما يشغل أبو مازن في ذات الوقت منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المؤسسة عام 1964. قال السفير الفرنسي المتهية أعماله في مالي غليس هابرسون إن رفع تحدي الإرهاب بالبلاد ممكن بمساعدة أوروبا، وإن التركيز ينبغي أن ينصب على محاربة التهريب والاتجار بالمخدرات اللذان قال إنهما أصبحا تجارة رائجة لدى الإرهابيين. وأضاف جليس خلال مؤتمر صحفي عقده بباماكو بمناسبة انتهاء أعماله الدبلوماسية التي استمرت 3 سنوات ونصف، أضاف أن استمرار انعدام الأمن فيها في مالي يعود إلى شساعة أراضيها وصعوبة مراقبتها. تنسيقية جديدة هي الأولى للفلان في مالي، تتكون من عدد من الجمعيات وأطر الفلان يتزعمها الرئيس السابق للبرلمان المالي علي نهون جالو. ويشكل الحراك القومي الجديد تهديدا إضافيا لتماسك النسيج الاجتماعي في مالي التي باتت تعاني من أزمات وتمرد يمتد داخل القوميات وينضاف إلى تمرد مدن في وسط البلاد، فضلا عن حالة التمرد المستمرة في الشمال منذ عقود. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. تنسيقية جديدة هي الأولى للفلان في مالي، تتكون من عدد من الجمعيات والأطر الفلان، ويترأسها الرئيس السابق للجمعية المالية الوطنية علي نهون جالو. ويقول مؤسس التنسيقية إنها تسعى إلى أن تكون جسرا للتواصل بين السلطات المالية والمواطنين الفلان الذين يقولون إنهم أضحوا يشعرون بعدم الأمان في البلاد. ويأتي الإعلان عن هذه التنسيقية في سياق تعرض بعض المدنيين الفلان لانتهاكات، إضافة إلى حصول هجمات مسلحة في وسط البلاد، حيث يوجد حضور معتبر لمكونة الفلان خصوصا في المدن والبلدات التابعة لولاية بوبتي، وهي الهجمات التي كانت السبب المباشر في إقالة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا لوزير الدفاع تيمان كوليبالي وتعيين وزير آخر محله. وتنتاب سكان الوسط المالي مخاوف من انعدام الأمن وغياب وجود الدولة
في تلك المناطق، وهو ما جعل البعض لا يستبعد أن تحمل التنسيقية الجديدة السلاح على غرار الحركات الأزوادية، سواء منها المنخرطة في تنسيقية الحركات الأزوادية أو من ينشط خارجها. ويأتي التحدي الأمني المتفاقم مؤخرا في مالي لينضاف إلى الأوضاع السياسية المتسمة بالتصاعد، حيث تنتقد المعارضة المالية أداء حكومة إبراهيم كيتا خلال السنوات الثلاث التي مضت على حكمه، وهو التصاعد الذي يسعى كيتا إلى تلافيه من خلال دعوة المعارضة لحوار مباشر يناقش مختلف المواضيع، كما أن تعثر مسار اتفاق السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر ووقعته الحكومة المالية والحركات الأزوادية منذ أزيد من عام يثير هو الآخر القلق في صفوف الطرف الأزوادي المطالب بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق، وفي مقدمتها تنصيب سلطة وطنية تتفق عليها مختلف الأطراف الموقعة للاتفاق. ومعنا للتعليق على هذا الموضوع محمد حمود أبو المعالي، باحث ومختص في شؤون الجماعات المسلحة بدول الساحل والصحراء، أهلا وسهلا بكم. بداية، حراك جديد لقومية الفلان في مالي، يعني ما تأثير هذا على وحدة مالي واستقرارها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للاستضافة. حقيقة هذا الحراك المدني الذي أعلن إنما هو تطور طبيعي لسلسلة حركات سبقته، طافت معظم القوميات في مالي خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى، وحركات عسكرية في قومية الفلان ذاتها. من المعلوم أن قومية الفلان التي تشكل أقلية في التركيبة العرقية المالية ظهرت بها حتى الآن حركتان مسلحتان، إحداهما جهادية هي حركة ماسينا، والأخرى جبهة قومية فلانية أيضا مسلحة. يأتي هذا الحراك، وجدية هذا الحراك أنه يأتي في طليعته قياديون سياسيون من الفلان كانوا قادة وفاعلين في الدولة المالية، أي أنه إحساس بالتهميش عبر عنه كل الفلان حتى ممثل الفلاني في الدولة المالية وفي المنظومة الحاكمة في باماكو كان لهم نصيبهم من التعبير. وهو بالتأكيد مسلسل بدأ في تفكك أو في توجه مالي نحو الدولة الفاشلة، بدأت بالشمال منذ عقود عبر قوميات الطوارق والعربي، ثم دخل الفلان على الخط، وليس مستبعدا أن يدخل الصوغاي أيضا في قريب العاجل، ثم بعد ذلك لم يبقى إلى قومية البومباري. طيب، هذا التشكيل الجديد أو الحراك الجديد لقومية الفلان، ربما أنتم وصفتوا بأنه حراك مدني، لكن البعض ربما يتوجس أن المدنية مجرد شعار عام، لكن في طياته هو يمكن أن يكون حراكا عسكريا. هو يمكن أن يتحول إلى جناح مدني لحراك عسكري مسلح سبقه. أنا أسلفت في إجابتي أن هناك حركتان مسلحتان محسوبتان على قومية الفلان في منطقة وسط مالي موبتي وكونا، هما جبهة كتائب ماسينا التابعة لأنصار الدين وجبهة أخرى قومية فلانية، وبالتالي هذا الجناح قد يتحول في مرحلة من المراحل إلى جناح مدني، ربما يبقى مستقلا منفصلا وإن بقي التنسيق قائما بينهما، لكن هو تعبير عن امتعاض قومية الفلان وعن اشتغالهم بأوضاعهم ومعاناتهم في هذه الجمهورية التي استقلت قبل عقود عديدة، وما تزال قوميات عديدة فيها تتلمس مكانها يعني كمواطنين من الدرجة الأولى وكشركاء في وطن يفشل حتى الآن القائمين. طيب، المطالب التي، عذرا سيد على المقاطعة، المطالب التي يحملها هذا الحراك، هل من الوارد أن تلبيها الحكومة المالية أو باستطاعتها أن تلبي هذه المطالب؟ الحقيقة أنه ما تحتاجه مالي ليس تلبية مطالب محددة لقومية، هو تحتاج مراجعة علاقتها بمكوناتها بأسرها، أي أن هناك لكل قومية مطالب تتعلق أساسا بنصيبها من الشراكة في تسيير البلد، في إدارة شؤون البلد،
في توزيع الثروة، في توزيع أمور الإدارة بشكل عام. إذا ما يرفعه نشطاء الفلاني هو جزء من ما ترفعه كل القوميات المشكلة لماليو، وبالتالي هذا قابل للتطبيق لكن ليس حلا في حد ذاته، إنما الحل هو مراجعة شاملة لمنظومة الشراكة بين القوميات المشكلة لجمهورية مالي، حتى تشعر كل القوميات بأنها سواء شركاء وأنها على صعيد واحد في وطن واحد. طيب، هناك حوار سياسي مرتقب في مالي لابد أنكم مطلعون عليه، هل يمكن هذا الحوار أن يحد من حجم الانقسام وهذا الحراك الجديد وحركات أخرى موجودة من أجل استقرار مالي؟ إذا اقتصر هذا الحوار كما يخطط له البعض على حوار بين الفرقاء السياسيين وليس الإثنيين ولا العرقيين، إنما هو جزء من عملية داخل المنظومة الحاكمة معارضتها وأغلبيتها، وبالتالي قد لا تكون القوميات الأخرى معنية. أما إذا تجاوز إلى طرح استحقاقات الإثنيات والعرقيات والاتفاقيات الموقعة، سواء اتفاق الجزائر الذي يعني منطقة أزواد في أقصى الشمال أو مطالب الفلان التي رفعوها ووقف حالات الاقتتال اليومي والعنف والإبادة التي يتعرض لها الفلان على يد الجيش وعلى يد بعض ميليشيات المبارة، والتي تروجها لها الحكومة المالية على أنها صراع بين منمين ومزارعين، وهو في الحقيقة صراع عرقي. إذا لم يتم التطرق بجدية لهذا الموضوع ووضع حد لتلك الأمور، فإن مالي آيلة إلى مرحلة الدولة الفاشلة. طيب، لا قدر الله. طيب، السفير الفرنسي المتهي ولايته في مالي أشار إلى أن مالي تعاني من السلطة المركزية العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها كما كنتم تفضلتم أنتم قبل قليل. يعني هل بدأ الفرنسيون بالاقتناع بضرورة تقسيم مالي؟ هذا التصريح يقرأ إشارة سلبية اتجاه الماليين واتجاه المتمسكين بوحدة الأراضي المالية، وتحدث عن شساعة الأراضي المالية وكأنه يريد أنه من الأفضل الماليين أن يقتطعوا جزءا من أراضيهم لمن يطالبون بالانفصال. أعتقد أن هذا التصريح قد يكون جس نبض لمعرفة مدى استعداد الماليين للحديث عن الانفصال أو تهيئتهم نفسيا لموقف فرنسي قد لا يكون ملائما، مع أن الموقف الفرنسي ظل في السنوات الأخيرة مضطربا. من المعلوم أن فرنسا حاولت أن تقف على الحياد بين مالي وبين الحركات التي تقاتل الانفصال الشمالي، تميل أحيانا هنا وأحيانا هناك، وتحاول استخدام الكل في حربها على جماعة الجهادية. لذلك الفرنسيون يحاولون مسك العصا من الوسط بطريقة لا تخلو من نفاق ولا تخلو من يعني من مراوغة ماكرة تخدع الماليين لإبقائهم في معسكرها، وتخدع أيضا الأزواديين للاستعانة بهم في الحرب ضد الإسلام. محمد حمود أبو المعالي، باحث ومختص في شؤون الجماعات المسلحة بدول الساحل والصحراء، شكرا جزيلا لك. شكرا. رفع الرئيس البوركيني ووزير الدفاع روك مارك كريستيان كابوري دعوى ضد الوزير الأول السابق خلال المرحلة الانتقالية الجنرال إسحاق زيدا الذي يوجد حاليا في كندا، وتتضمن حيثيات الدعوى الهجرة إلى الخارج خلال مرحلة السلم ورفض الامتثال للأوامر. وكان زيدا قد طلب الإذن للسفر مع عائلته إلى كندا وانتهى إذنه منذ 19 فبراير 2016، لكنه لم يعود إلى البلاد رغم تكرار دعوات الرئيس روك مارك بعودته إلى بوركينا فاسو. أعربت موريتانيا عن قلقها البالغ من تداعيات مصادقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع أطلق عليه اسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. وجاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن موريتانيا قلقة من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. وقالت الوزارة في بيانها أن القانون يتعارض بشكل واضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول وفق نص البيان. قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية من قيمة الجولة التي يقوم بها رئيس حركة إيرا برام ولداه العبيد إلى إفريقيا الغربية، واصفا إياه بأنه كأي تاجر آخر يزور دول إفريقيا، مشيرا إلى أن من بينهم من يتاجر في بضائع ومن يتاجر بوحدة بلاده.
أول هذه الجولة نعتبروها أنها جولة لا قيمة لها، لأنه مثل أي تيفايق في دول إفريقيا بعضهم يتاجر ببضاعة وبعضهم يتاجر بالوحدة الوطنية بشعارات أخرى، والدول الإفريقية لم تحتضن مشعله، هو سافر بأي إنسان عادي تيفايق عادي ماشي واحد. الدول الإفريقية لم تحتضن رئيس إيرا، مؤكدا أن ولوجه لمؤسسة إعلامية رسمية في بوركينا فاسو قد تم الاعتذار عنه بشكل رسمي لموريتانيا، وأوقلت الصحفية التي استقدمته من منصبها. بوركينا فاسو بالفعل ولج إلى وزير إعلام رسمية، لكن الوزير الخارجي البوركيني اتصل بوزير المنتدبة واعتذر، والصحفية أو الصحفي الذي كان سبب ولوجه إلى هذه القناة الرسمية أو الوسيلة الإعلامية الرسمية أقيل من المنصب، ولذلك لم تحتضنه أفريقيا ولم يلتقي فيها مسؤول. قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة إنها وضعت خطة كاملة لترتيب استقبال وطني كبير يليق بأسطول الحرية الرابع وعلى متنه عدد من المتضامنات الدولية. نتابع. حاملات وقراي مساعدة ومساندة مضت سفينة أمل وزيتونة بالموج متوجهتين تلقاء قطاع غزة انطلاقا من ميناء برشلونة الإسباني، وعلى متنهما 30 متضامنة دولية شيعهن حشد من الناشطين الدوليين في رسالة تأييد مهرت بإمضاء وداع رسمي من لدن عمدة برشلونة. وكان البرلماني عن حزب قائمة الوحدة الشعبية في إسبانيا بانير سالياس قد وصف قبيل انطلاق الرحلة إسرائيل بأنها دولة ثيوقراطية وعنصرية، وأضاف: نعتقد أن وجودها غير شرعي، لذلك نرى أن مثل هذه المبادرات ضرورية لإبقاء النقاش حول أوضاع فلسطين حاضرا بالإعلام والسياسة. من جانبها أكدت المتحدثة الإعلامية باسم حملة السفن في غزة سندس فراونة في تصريح صحفي أن الحملة سلمية تسعى إلى إنهاء الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي عن غزة، موضحة أن الأمل والزيتونة ستقلان على متنهما 30 ناشطة من دول مختلفة نالت بعضهن جائزة نوبل للسلام. أما العضو بحزب اليسار الموحد الإسباني خالدية أبو بكرة ابنة الأصول الفلسطينية الغزية فقد سجلت عزمها الواثقة قائلة: سواء أوصلنا لغزة أم لم نصل، القافلة ستستمر كل سنة، مؤكدة أن النضال والحراك الشعبية في كل العالم مع غزة ومع أهل فلسطين سيستمر. اللجنة الدولية لكسر الحصار أوضحت في تفسير دلالي أن إطلاق اسم أمل جاء تعبيرا عن الأمل الذي سيجلبه القاربان إلى شواطئ قطاع غزة، في حين يرمز اسم زيتونة إلى شجرة الزيتون التي تعد شجرة الحياة للمزارعين الفلسطينيين وفق توجيهها التعليلي. وبالانتقال من العنوان إلى المضمون، تسعى القافلة وفق منظم الرحلة إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة منذ 10 سنين، كما تهدف لتسليط الضوء على معاناة أهالي غزة التي حولها الحصار إلى سجن مفتوح، وبشكل خاص إبراز معاناة المرأة الفلسطينية التي تكابد الانعكاسات الإنسانية المترتبة على الحصار العشري الجائر. وتنتظم في عقد المبحرات في السفينتين ناشطات في العمل السياسي والحقوقي والإعلامي، من هنا مالين بيورك عضو البرلمان الأوروبي من السويد، وآن رايت وهي عقيدة متقاعدة في الجيش الأمريكي ودبلوماسية سابقة، والمذيعة الشهيرة بقناة الجزيرة خديجة بن جنة، والدكتورة فوزية مودة حسن الطبيبة الماليزية ممثلة لمبادرة أميال من الابتسامات، وعضو البرلمان الجزائري سميرة ضوايفة ممثلة للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، ونساء أخر من تونس والجزائر والسودان والأردن. احتل المنتخب الوطني المركز 6 بعد 90 ليدخل بذلك 100 الأولى عالميا بعد قرابة 20 عاما وهو خارجها بسبب سوء الأداء طيلة السنوات الماضية، ويعتبر أيضا 10 عربيا من خلال آخر تصنيف للمنتخبات العربية. منتخب المرابطون يدخل 100 الأولى عالميا ويحتل المركز 6 بعد 90. التصنيف الشهري للفيفا هذا الشهر وضع المرابطون أيضا في المركز 10 عربيا، وهو مركز لم يسبق له الوصول إليه طيلة تاريخه. هذا التصنيف الجديد يعتبر الأهم نظرا لدخول 100 الأولى عالميا،
لكن يبقى التصنيف الشهري للفيفا متغير وتحكمه عدة معايير قد يفتقدها المنتخب الوطني في السنة القادمة نظرا لعدم التأهل لأي بطولة تذكر والاكتفاء بخوض لقاءات الفيفا الودية، وهو ما يرى كثيرون أنه قد يتسبب في عودة المنتخب الوطني إلى ما بعد المئة أو أبعد من ذلك. قادم هذه المحطات بما أنه خال من أي بطولة تذكر قد يصعب في عملية جمع نقاط الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وقد يعجل بالحصول عليها في حال فاز المنتخب على أحد الفرق الكبيرة والتي تقبع في مراكز متقدمة في الترتيب. هي إذن عملية حسابية معقدة، وجل أرقامها مرتبط بالبطولات والفرق ذات التاريخ الضارب في الجذور. نظم نادي الأبل بطولة في مقاطعة ودناغا تضم 14 فريقا، وشهد لقاء الافتتاح التعادل الإيجابي بين فريق النجوم وفريق ودناغا. ساكنة مقاطعة ودناغا خاصة الجمهور الرياضي يشكو من عدم وجود أي منشأة رياضية في المقاطعة، معتبرا أنها تحوي على العديد من المواهب الشابة والضائعة في نفس الوقت. ودناغا في الشباب عنده عدة مشاكل، منها ما عنده ميزون دو جين دار للشباب، ولا عنده ملعب، ما عنده ملعب، لا عنده دور للشباب، ونوادي مولي ما عنده ترخيص، ونأملوا في ديزيم ديفيزيون تصنف فرق وادناكا ديزيم ديفيزيون بيلو ليغ ترارز ليغ ترارز سنة المرة الماضية، وأنا كنت على اتصال مع المندوب الجهوي قال لي أنتم بوتي ليميت كنا لا نديركم ديزيم ديفيزيون غير السنة نسيناكم لاش يا الاتحاد يا فيدراسيون دو بال تفتح لنا فرع في وادناكا ياك فرقنا تعود ديزيم ديفيزيون تلقائيا وتمثلنا ندور الفريق الوطني يعودوا فيهم هم نجوم هم مواهب تقدر أن تعود في الفريق الوطني، وكذلك الأشبال هنا أشبال متحمس يقدوا يمثلونا في الأندية الدولية مع قاع موريتان، أملنا كبير في الشباب والشكرا. الشباب في مقاطعة واد الناقة شباب ناضج يمارس الرياضة بأشكالها، لا يخصه إلا الدعم والتشجيع، لكن لا توجد دار للشباب في مقاطعة واد الناقة، الشيء الذي يحتاج له. لا يوجد دعم حقيقي للأندية الموجودة في مقاطعة واد الناقة، لا يوجد تشجيع للفرق الموجودة في مقاطعة واد الناقة. كل أمور جهود ذاتية من أشخاص، نرجو من وزارة الشباب والرياضة أن تأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، خصوصا إذا أرادت شباب رياضي لا أقول من نوع الراقي، لكن أقول من أناس يحبون الرياضة، لكن ينقصها الكثير وأمامها الكثير من العوائق. على الأقل وادي الناقة يعاني من أهم شيء يعاني منه هو عدم وجود ملعب رياضي يستحق المشاهدة ويستحق نقل تلفزيون إلى غير ذلك. نود من السلطات المعنية والمعنيين أن يحاولوا إيجاد حل سريع لملعب وادي الناقة حتى يكون كسائره من البلدان وكسائره من الولايات متطلعا على كل الجهود، وبإمكانه أن يحتضن أفضل البطولات على مستوى الوطن وعلى مستوى البلدان الأخرى. هذه من أهم المتطلبات. أضيف إلى ذلك أن هنالك مواهب كروية وإبداعات فنية في شتى المجالات الثقافية والرياضية وإلى غير ذلك من الأمور كما تحدث عنها الكثيرون مقتولة جدا، ليست لديها أبدع الكلمات. مرة أخرى أقول أن واد الناقة بإمكانها أن تكون كسائر المقاطعات وكسائر الولايات وأن تواجه جميع المشاكل التي تعاني منها، لكن العوائق لا زالت أمامها. نود إيجاد حل سريع لهذه العوائق، وشكرا جزيلا. شاكر قناة المرابطون على العدل السنة. نحن دور نتكلم عن واقع أنه واقع ترك سواد الناقة. إن شاء الله فينا مواهب نزالة يا غير ما هم مقدرين، خاصة التريهات وخاصة ياسر المشي. نحن لا مولي في قرية ينقال يجيني هون قريب 5 كيلوات من واد الناقة، فينا مواهب ما شاء الله ينجون يظهروا يا غير ما عالم بينا أحد، ولأننا مقدرين لا لكننا مقدرين يجورنا في الأكاديمية والله يبنون استاد هون والله يجورنا فرع في واد الناقة والله بيعدوا نيش. نحن ما عالم بينا أحد، لا هون ننزلوا كل شيء ننزل الخلوات الله شيء. وشكرا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الفلسطيني يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني ويوقعان عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين.
الخارجية الموريتانية تعرب عن استيائها من مصادقة مجلس النواب الأمريكي على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. الإعلان في باماكو عن حراك جديد لقومية الفلاني في مالي يقوده رئيس البرلمان السابق. يمكنكم مشاهدي الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على فيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. أطيب المنى.